لكن خليني انا وانت نبدا بتقييمك او ارائك في المباريات، ونبدا من مباراه لايبسك الالماني امام المان سيتي. شايف المباراه ازاي يعني من خلال رؤيتك طبعا للايبسك؟ فريق محترم على فكره جدا، وممكن يحقق مفاجآت، ولكن مش في اعتقادي على حساب المان سيتي. يمكن يا كابتن هاني دي المباراه الوحيده اللي ما فيهاش تكافؤ. هو بالظبط مانشستر، يمكن دي المباراه الوحيده في الثمان مباريات اللي ما فيهاش تكافؤ. مانشستر سيتي طبعا اقوى فريق في العالم دلوقتي، بيقدم مستويات هايله وسوبر هالاند والكلام ده كله. لايبزيج فريق كويس ورجع تيمو فيرنر تاني، هو خامس الدوري دلوقتي، ثالث الدوري الاسباني، ولكن مانشستر سيتي اقوى بشكل كبير جدا. فاعتقد مانشستر سيتي هيتفوق في المباراه دي، ودي اكتر مباراه ما فيهاش تكافؤ. باقي المباريات كلها اعتقد ان فيها تكافؤ يا كابتن هاني. طبيعي، وانت كمان عارف استاذ المشاهدين عارفين ان يمكن مباراه الذهاب بتكون خارج الديار بالنسبه لاوائل المجاميع، يعني المان سيتي هيلعب المباراه الاولى في المانيا امام لايبزيج، ومباراه العوده بتكون في مانشستر في الجوله او في مباراه العوده. ده كمان بالرغم ان احنا بنتكلم ان الهدف خلاص، الهدف باتنين مش محسوب، لكن يزال عامل الارض والجمهور عامل مؤثر جدا في كره القدم. طيب نروح لمباراه كلوب بروج مع بنفيكا. كلوب بروج يا كابتن عمل اول دوري ابطال اوروبا ما ابتدى ثلاث مباريات 9 نقط، كسب كسب كسب، ولكن بعد كده خسر مباراه وتعادل مباراتين. كلوب بروج عامل يعني فريق كويس، والسنه دي في دوري ابطال اوروبا ماشي كويس. دور المجموعات يعني طبعا، بس يا كابتن المجموعه بتاعتهم اللي كانت مفاجاه بالنسبه لي هو اتلتيكو مدريد. يعني اتلتيكو مدريد طلع الرابع المجموعه دي وما تاهلش حتى لليوروبا ليج، فدي اللي كانت مفاجاه. والمجموعه دي يعني زي ما كنت بكلم حضرتك ان انا عاوزين الفرق الكبيره تتوزع، المجموعه دي كانت محتاجه فريق او فريقين كبار يتوزعوا، بحيث ان احنا مثلا ما نشوفش اليوفي بره، ما نشوفش برشلونه بره، فدي كانت مهمه جدا. اتلتيكو مدريد كان في مفاجاه كبيره، طلع رابع المجموعه. صحيح. اتاهل من المجموعه دي كلوب بروج وفرانكفورت. فاعتقد ان اعتقد بنسبه كبيره طبعا يعني مباراه تبقى متكافئه مع بنفيكا. بنفيكا دلوقتي يعتبر هو اول الدوري البرتغالي، وعامل نتيجه هايله في اخر مباراه ليه في الدوري ابطال اوروبا. فاعتقد ان هي 50-50، ولكن الاقرب بنفيكا نظرا لقوه الدوري البرتغالي عن الدوري البلجيكي شويه، وخصوصا ان كلوب بروج ابتدى كويس ولكنها المجموعات مش افضل طريقه. يعني عندنا مباراة اللي جاية مباراة كبيرة جدا طبعا. يمكن من المباريات اللي الواحد زعل المواجهة بدري شوية، ليفربول أمام ريال مدريد النسخة يمكن اللي فاتت، دول طرفي النهائي. بنتكلم على عوامل كثيرة جدا منها على السوشيال ميديا، تاني رجعت لمحمد صلاح، فرصة تاني صلاح للتعويض أو للأخذ بالطار. المباراة على مستوى مباراة نهائية طبعا، شايفها ازاي و توقعاتك ليها ايه؟ ليفربول هو اللي حط نفسه في الموقف ده انه يطلع تاني مجموعه ويلاعب واحد من اقوى الفرق اللي موجوده في اوروبا طبعا، وهي ريال مدريد، الفريق المتمرس دايما على دوري ابطال اوروبا. عاوزين نتكلم شويه يا كابتن عن محمد صلاح. محمد صلاح لاعب ريال مدريد اكتر من مره، وللاسف حظه سيء جدا معاهم. اول مباراه كانت 2016 روما، لما كان لسه في روما ولعب في دوري ابطال، لعب مع ريال مدريد تقريبا كان في دور ال 16 وخرجوا. محمد صلاح ادى اداء فردي الى حد ما كويس، ولكن خسروا 2018 طبعا كلنا فاكرين قبل كاس العالم والاصابه بتاعت راموس، وبعد كده قابلوهم في دور ال 16 في 2020 وبرده ليفربول خسر، واخر مباراه طبعا كانت مباراه الشامبيونز ليج الفاينل السنه اللي فاتت واللي برده خسر فيها ليفربول. فاعتقد ان المباراه هتبقى صقر شخصي لمحمد صلاح، ولكن مش عاوزين نتكلم خالص يا جدع، مش عاوزين تصريحات خالص، وعاوزين محمد صلاح يركز. التصريحات مهما كان بتاثر على اللعيبه، التصريحات مهما كان بتاثر ذهنيا ومنتلي على اللعيبه بشكل كبير، خصوصا ان محمد صلاح واحد من التوب سوبر ستارز اللي موجودين في العالم. ولكن انا بشوف يا كابتن المباراه المره دي اقرب لليفربول. هتسالني ليه؟ اقول لك يا كابتن ممكن ثالثه ثابته، ولكن انا اعتقد ان هي اقرب ليفربول، لان ما اعتقدش يورجن كلوب هيتغلب تاني بنفس الطريقه دي. لازم يحل المشكله بتاعت ارنولد، لان المشكله بتاعت الجبهه اليمين عند ليفربول دي فيها مشكله كبيره جدا. واقوى لعيب دلوقتي مع بنزيما في ريال مدريد هو فينيسيو جونيور، واختراقاته كلنا عارفين ريال مدريد بيسيب الاستحواذ دايما للفريق اللي قدامه، هو بيلعب على الترانزيشنز وعلى التحولات بسرعات فينيسيو جونيور، واللي ادى يا ضرر كبير جدا السنه اللي فاتت في مباراه الفاينل. فمباراه مش هتكون سهله. اعتقد ليفربول هيرجع
مكتمل الصفوف بعد كاس العالم وعلى شهر 2 واللعيبه كلها المصابه، وجود لويس دياز مهم جدا. شفنا اول امبارح ليفربول بيلعب مع توتنهام، شايفين ان الراجل بيلعب داروين نونيز وينج ليفت بسبب نظره اللعيبه الموجوده الاجنحه في ليفربول. فاعتقد ان هي تبقى مباراه قويه جدا 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 ومتكافئه بنسبه كبيره، واكيد جميعنا احنا كمصريين طبعا بغض النظر عن مشجعين ريال مدريد بيتمنوا اكيد المكسب لليفربول. انا عايز اخد منك، هل نقدر نحكم الحاله الفنيه دلوقتي لليفربول وما تحتاجه خلال فقره كاس العالم والميركاتو الشتوي، ايه اللي يركز عليه ليفربول في الجزئيه دي؟ ايه اللي ممكن يشتغل عليه يورجن كلوب في جزئيه تعديل مسار الفريق على المستوى البريمير ليج، وخاصه كمان استعداد لمقابله ناريه امام ريال مدريد؟ يشتغل على انهي جزئيه؟ كابتن يورجن كلوب قابل مشكله كبيره السنه دي، ان هو بيغير هويه الفريق وطريقه اللعب وطريقه الضغط وطريقه التحولات، ده بسبب عوامل كتيره جدا، رحيل ساديو ماني واصابه لويس دياز واصابه جوتا ولاعيبه نص ملعب ما بقتش في التوب فورم بتاعهم، اصابه فابينيو، ما بقينا نادر نلاقي هندرسون وفابينيو وتياجو الكانتارا بيلعبوا مع بعض. فبس بدا ليفربول الى حد ما يتخلى عن الطريقه اللي عاوز يلعب بيها، وبقى بيلعب على اللي بيكسب بيه. شفنا في مباراه توتنهام محمد صلاح طبعا فارق الكبير قوي اللي عمله. فاعتقد يا كابتن هي دي تبقى المعركه بالنسبه ليورجن كلوب، هو تغيير طريقه تغيير هويه فريق ليفربول، بحيث ان هو دلوقتي هنشوف هل لويس دياز هيرجع هيلعب بنفس الاسلوب والطريقه بتاعه 4 3 3 اللي كان بيعتمد عليها لما كان موجود ساديو ماني، ولا هيلعب بالطريقه بتاعته على الورق 4 3 3 وفي التحولات بتبقى 4 4 2 ويسيب محمد صلاح ليه الحريه الكامله ان هو يتحرك على الخطوط، يتحرك في عمق الملعب استغلال سرعته وما يدوش اي ادوار دفاعيه، ده اللي هيفرق. فاحنا هنشوف يا كابتن مع عوده الاصابات هل ليفربول هيقدر يعود ولا لا، لان احنا شايفين ليفربول بيترنح بشكل كبير، شويه فوق وشويه تحت، يكسب السيتي يخسر المباراه اللي بعدها. فبس كسبوا نابولي وعملوا مباراه هايله وكسبوا توتنهام، فليفربول دلوقتي لسه بعيد ولكن مهم جدا ان هو يبدا يخش في التوب فور، عشان ده اللي هيفوق الفرقه في دوري ابطال اوروبا، ويا كابتن هاني دوري غير دوري ابطال اوروبا، ولينا في ريال مدريد خير مسيره ما فيش شك طبعا.